لماذا يتحدث عقيلة صالح الآن عن انتهاء حكومة أدبيبة والحديث عن تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي يقول فيه أدبيبة بأنه جاء حتى تتم الانتخابات، بعد ذلك سوف تنتهي أعمال هذه الحكومة بشكل تلقائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا حبيبنا محمد. تحية طيبة لك أخي الكريم، تحية لمشاهدي قناة كاملين. أهلا بك. هي وقائع منذ الأساس، يعني كانت حكومة الوحدة الوطنية مربوطة بزمن معين وهو الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، ومن ثم تصبح هذه الحكومة حكومة تصديق أعمال. ما قام به السيد المستشار عقيلة صالح الكويت هو من صميم خارطة الطريق التي رسمها المجتمع الدولي، وهي الوصول إلى الانتخابات 24 ديسمبر، ومن بعد 24 ديسمبر تصبح هذه الحكومة حكومة تصنيف أعمال، بالرغم التجاوزات التي حصلت في هذه الحكومة والتي لم تستطع أن تفي بالالتزامات التي أوكلت إليها في خارطة الطريق جنيف وقبلها برلين، وما تم الاتفاق عليه والتصويت عليه وأن تحظى بالثقة من قبل البرلمان الوطني. المهام الأساسية وهي توحيد المؤسسات، صناعة خارطة طريق جديدة أو التمهيد إلى دعم مؤسسة لجنة 5+5 في الوصول إلى حلول جذرية في هذا الملف وهو الملف الأمني، والذي هو من أولويات الخارطة التي رسمها المجتمع الدولي في مؤتمر برلين. ما قام به السيد عقيلة صالح الكويتي رئيس البرلمان هو اختصاص اصيل للبرلمان بمتابعه عمل هذه الحكومه وفقا للتشريعات النافذه، ليس في ليبيا فقط بل في كل دول العالم. عندما تعجز الحكومه عن الايفاء باستحقاقاتها تصبح تحل هذه الحكومه او تصبح حكومه تصريف اعمال، خصوصا ان هذه الحكومه يعني الكل اجتمع، يعني حتى عندما حلف الوزراء وحلف السيد عبد الحميد البيبي امام البرلمان كي يحظى بالثقه كان على قناعه كامله بانه هو التاريخ الذي يجب عليه ان ينتهي في عمل هذه الحكومه هو تاريخ 24 ديسمبر، ومن ثم تصبح هذه الحكومه حكومه تصريف اعمال. ولكن للاسف السيد عبد الحميد البيبة ضرب بكل هذه القوانين وكل هذه الاتفاقات الدوليه والمحليه على الحال، واصبح يعمل بشكل عشوائي ويقوم بصرف اموال دون اساس قانوني او تشريعي او ميزانيه من قبل البرلمان، ويتم التصويت على البرلمان. تجاوزات كثيره، المجتمع الدولي كان جزء من هذا الاشكال الذي حصل، ولم تفي هذه الدول بالالتزامات وما نعاني منه اليوم، وهو مساله تضارب التشريعات والقوانين والقرارات التي نعم، وهذا ما سوف